موديست يمكن. ايه رايك فيه؟ يعني هو انا هو طبعا لعيب احنا عارفينه يعني اوريدي قبل كده، لكن برضو ما اعرفش ممكن يكون عامل السن، ممكن ما اعرف لو هو يعني كاداء، ولو هقيمه لو حد كده من ادائه في المباراه لا ما كانش اداء جيد. هو كان باين ان دوره شويه كابتن، هو بينزل وبياخد الكره وبيلعبه على بيرستا وعلى رضا سليم، لكن حتى في المواقف اللي جات له ما كانش بيتعامل، يعني انا حاسس ما كان ممكن يبقى فيه انفراد جاله، يعني المواقف حتى الفرديه بغض النظر عن التحركات، الحاجات اللي هي الاكشن القرار لما الكره تبقى معاه، يعني مش هنقدر نحكم عليه طبعا من جهه. بقاله 3 شهور ما بيتمرنش، واضح شويه ان هو في طبعًا زياده شويه، طبعا 35 سنه لو كلام، ومشاركته الفتره الاخيره طبعا قليله جدا جدا، بس هنقول مثلا هو جاي من ليفل ومستوى عالي، لكن انا كنت شايف ان النادي الاهلي يقدر، او يعني راس حربه النادي الاهلي حتى لو اجنبي لا كان ممكن يبقى يعني النادي الاهلي يستحق. انا مش يعني انا حاسس ان ممكن الاهلي كان يجيب لعيب راس حربه لا اعلى من كده وقدراته اعلى من كده وسن اقل من كده. النادي الاهلي لما يجيب لعيب 35 سنه لا يعني مش انا مش شايف ان دي حاجه ايجابيه خالص بصراحه، ومش شايف ان هو فنيا يعني فرق مع النادي الاهلي. هو يعني مش هنقيم دي اول ولا مباراه واحده في الدوري لسه بدري، لكن كمؤشرات كده مبدئيه يعني ما اعرفش، مش حاسس ان هو ده الصفقه يعني اللي كانت او ده راس الحربه اللي الاهلي يقدر يجيب، او النادي الاهلي كان يقدر يجيب احسن من كده.